اهلا وسهلا بكم بنات، مرحبا بكم معايا. ان شاء الله تكونوا بخير، احوالكم طيبه. سامحوني طولت عليكم شويه، لا غالب جي دو مال باش نعاود ندير المونتاج لهاد الفلوغ اللي صورته في الجزائر، سورتو هاد الفلوغ الاخر كان شويه حساس باسكو النهار مع النهارات الاخرين كما قبل ما نروح، سيتي فريمون سيتي دور بور موا، مي لا غالب هذه هي الدنيا. نجيو هنا نوالفو مع وليداتنا، نزيدو نروحو الجزائر نوالفو مع خواتاتنا ووالدينا، هذه هي حالة الغربة وحالة الناس المتغربة. ربي قوينا ان شاء الله. نشكركم على كامل تعليقاتكم الجميلة اللي خليتو لي على الفلوج السابق مع اختي الكبيرة، مام هي بزاف عجبها الحال. واليوم حبيت نشارك معاكم ان اوتر فلوج مع اختي الوسطانية صالحة. اختي الوسطانية هذه فريمون مميزة بزاف، كعبة والله العظيم هكا تحسها حلوة حنينة طويشية، يعني لا بلوبار الاخت الوسطانية تدي شوية من القوة تاع الاخت الكبيرة وتدي شوية من البراءة تاع الاخت الصغيرة، يعني تو سامبلومون هي احلى وحدة في الدار هي الاخت الوسطانية. قولوا لي البنات في التعليق، انتوما الاخت الكبيرة ولا الوسطانية ولا الصغيرة كيما انا اخر العنقود لهنا كيما رحت عندها استقبلتنا، درت لنا ديك القهوة تاع العصر، الله الله لي تختلات المحل بي الشريك. فوالا نخليكم مع هذه الاجواء ونكملوا البقية مع بعضنا. وسندي حين أتعب. الأخت شيء مختلف، تشعر وكأن الله أعطاك روح أخرى في الدنيا، لا شيء يشبه أن تكون لك أخت، لا شيء أبدا. شوف الله الله الزيونات يتخبز، وش ديري يا لينا؟ شوفي معايا، ديري باي باي المتتبعات، قولهم وش راكم، ديروا ابوني لخالتي امونا المزيونه شوفوا الله يبارك ما طيرتيها لي انتي، تحكمي بلاصتي في القناه وديري لهم الوصفات يا اخي شوفوا البنات، طلباتي اوامر ولازم تتنفذ كي نقول ديروا لي حاجه لازم تندار سوغ بلاص. قلت لها ديري لي الجلبانه باسكو سخفت عليها، ويا يما العزيزه هذيك الجلبانه بنينه بنينه، يعني ما شاء الله يعطيها الصحه، نقولها تسلم الايادي خلاوها المصاروه. وبنت اختي لينا زادتنا لا سوري سور لو غاتو، دارت لنا هذيك الكسره. تشفاو البنات كي شاركتها معكم اون ستوري، البنات قالوا لي هاي عيني يا مينا تعودي ما تدخليهاش معاك في الفلوغ، هاني خليتها لكم مقطع صوت وصوره ربي يحفظهم ان شاء الله وربي يصلحهم. يو يا تقرا، دور لي شوف كارطابل تاعك، دور لي شكون هذا، سبايدر مان. يو هاي دير باي باي دير لا ان فورتي، وصلت وليداتها يقرا وانا بروفيتي باش نخرجوا مع بعضنا باش نروحوا نديروا شوبينغ نقضي وندورو ويتو غير انا وياها اي با دوكو رحنا للريتاج مول. انا ريتاج مول اول مره نروح له باسكو اخر مره كي روحت الجزائر خليتهم يدشنوا فيه، اي با دوكو هذا من كسبت الخطوه وشفتو زاد جانا الكونفينمون والكوفيد، يبقى تقريبا فكتبت ما صح ليش باش نروح له. دونك نخليكم مع هاد الجولة. شاركت معكم في ليستوري في الانستغرام بزاف، قلتوا لي يمينة عاودي حطيهم لنا في اليوتيوب باش تشوفوا لا فيسيل تشوفوا لي غوب، ديروا هكا دورة في المول. دونك نخليكم تحوسوا ونرجع لكم من بعد. Just your tracks today.
كملنا الدويره تاعنا، صورت لكم غير اللبسه كما وصيتوني في الانستغرام، ولما على بالي تحبوا غير هادو. ما نكذبش عليكم ما صورتش بزاف في المول باسكو الغاشي، ونحشم منبقاش نبقى نصوري توسا. زيت لكم هكا برك لقطات، ومن بعد كملنا الشوبينغ تاعنا، رحنا تغدينا تقهوينا توسا، وكملنا التحويسه تاعنا. على بالكم تعرفوني ما قدرش نهبط الجزائر بلا ما ندير دويره في هاد الحوانيت تاع المستلزمات تاع الحلويات وكامل. ومام طون هي تاني شرات واحد الحوايج هكا باش دير عيد ميلاد بنتها لينا ودير عيد ميلاد وليدها قيس، دونك لمتهم ودارت لنا هكا حفله سيتي ترو بيان. دوك تشوفوا في لافان تاع الفلوغ نشارك معكم الحفله تاع العيد ميلاد والتحضيرات. والغدوه روحت عند ميمتي باسكو نروح عند اختي نتوحش ما نروح عند ما نتوحش اختي الكبيره. قلبي كان فاسخ والله، تأمنوا بربي غير دركا نعاودت الفلوغ قلبي وجعني هكا، تفكرت عاودت عشت معاكم هذيك الاجواء والفرحه واللمه. والله سكتوا برك. محمد سرحت هيا نضرب عليها. واش قريتو؟ ما على بالك ده جيد جدا. ولوين صباح الخير والعشيه بالك ديرها. مساء الخير. قلت لكم لونوا صباح الخير بركة. ايام لحالكي البنات العشيه الا في سوبر بو، يعني هذوك الايامات اللي كنت فيهم في الجزائر الجو كان يعني ما شاء الله روعه، تقول الربيع. بجوكو حطينا ولد خويا يقرا محمد، محمد الزين. وصلناه يقرا، ومن بعد جي بروفيتي مع ما خرجنا داتني للميزانيه، الميزانيه في عين سماره. دوك الناس تاع عين سماره اللي نوجه لهم تحيه عطيره من هذا المنبر. الميزانيه تاع بولقوت، بولقوت كان جارنا بكري يعني ما شاء الله. قالت لي انت امينه تحبي لماعن، قالت لي نديك كل حاجه اللي تعجبك، قالت لي قولي لي نشريها لك. ومن بعد كي وصلنا تم قاعدين نحكيو مع الطفله اللي تبيعي توسا، قلت لها نقدر نصور توسا، قلت لها عندي متتبعاتي في قناتي تو. ايبا قالت لي يا با سوسي مدام، قالت لي صوري على روح، قالت لي مالا الماغازان تاعنا ورايح للخارج. نسم لها على الكيف. دونك فوالا، والعشيه دارت لنا ميمتي هذاك العشاء، تعشينا توسا، ومن بعد نجوزو سورتو الكسره تاع الرخسيس انا نموت عليها، مع داك لي زاريكو مع السلطه. اي ميمتي شتو شتو الميمه مسكينه، واش الحاجه اللي تطلبيها ديرها لك. ومن بعد البنات نختموا الفلوغ تاعنا، راح نعت لكم التحضيرات اللي وجدناها العيد ميلاد ولد اختي قيس وبنت اختي تاني لينا اللي اختو. دونك فوالا لهنا البنات صورت لكم هكا فيت في نهار كي جات خالتي وعروستها، جاو عندنا توسا باش يطلعوا عليا نقولهم كتر خيركم. يعني الاجواء تهبل هكا مع الخالات بنات الخالات مع على الكيف. دونك لهنا تقهوينا، الغدا خساره ما صورت لكمش الغدا، درت لنا اختي تختوخه مي سي باي غاف، ما باتوش قعدوا معنا هكا برك لا جورني والعشيه روحوا. ولهنا الكواليس في الكوزينه، لهنا خيتكم انا اللي قاعده ندير، درت لا جينواز، درت الكاتو دانيفيرسير، هزيت لكم هكا برك لقطات صغيره. انا اللي درت له الكاتو دانيفيرسير تاعو، اي حوحو يشكر روحو. درت لهم ثاني هذاك لو كيك مغبغي. لهنا راني نطلع في لا شونتيي باش نزين بها لو غاتو دانيفيرسير. درنا ثاني هكا شويه فينوازغي هكا باش نشربوا بها القهوه وتوصا. واختي في الكوزينه، اختي الكبيره دارت لنا الرفيس باسكو لاله مولاتي سخفت عليه. سخفت على الجلبانه على الرفيس على النعمه، سكتي برك بلتهم ملي رحت وانا نتشرط عليهم. ولهنا بدينا هكا شويه نوجدوا البنات، هادو الوصفات كامل راهم ديجا في القناه. حبيت نطيب، حبيت نوجد باسكو ملي رحت ما يخليوني نقيس والو، ما نغسل ما عن ما نسيق ما والو، جيتي كوم اون برانسيس. ومع كنت مدايره لوبيراسيون على يدي، الحاجه اللي نقيسها والله ما قستيها، جيتي به تريحي، جيتي بوغ باش تتغوبوزي تو صايبه جوكو سكتو برك، جيتي كوم اون غين. ودركا البنات نخليكم على الاجواء وهاد اللمه تاع العيد ميلاد، ونرجعو نكملو الباقي.
كملت الملمة وكملت الحفلة، وصل وقت المرواح. ربي ربي يعطينا الصبر إن شاء الله، ربي قوينا على هذا الغربة، وربي ربي صبرنا. وش راح نديرو؟ البنات المغتربات راهم حاسين بيا وعلى بالهم بالنهار هذا الاخر كيفاش واش يحسوا. بورتون جيتي كوراجوزا والله، جو مسيو روتنو ما بكيتش. بصح ان فوا حطت بيا الطياره هنا في ليون باشي كراكي. واش راح نديرو؟ العبد ضعيف لا غالب. الحمد لله على كل حال. انا هكا البنات نخليكم ان شاء الله، يا ربي تكونوا استمتعتوا معايا، ونقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله. سلامه.